مصر بكرة هتكون على موعد مهم جداً مع المؤتمر الاقتصادي اللي بتنظمه الحكومة، وهيشارك فيه عدد كبير من الكوادر في مجال الاقتصاد. جميل أن أنت لما تشوف الوضع الاقتصادي العالمي في أحداث كتيرة بتحصل وفي تطورات وفي أوضاع اقتصادية صعبة بيمر بيها العالم كله، أنك تفكر في أنك تعمل دعوة لعقد هذا المؤتمر. وبالفعل ده اللي عمله سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعا الحكومة لعقد مؤتمر اقتصادي عشان نشوف احنا هنعمل ايه الفترة اللي جاية. ودي زي ما قلنا قبل كده ان دي مش اول مرة يدعو الرئيس لعقد مؤتمر اقتصادي. في 2015 دعينا لعقد مؤتمر اقتصادي في شرم الشيخ وعملنا مؤتمر، وكانت فرصة كويسة جدا للمستثمرين ورجال الاعمال. وضعنا خريطة اقتصادية وشفنا واستثمارية كمان، وشفنا احنا هنعمل ايه الفترة اللي جاية. وبالفعل مشروعات كتيرة جدا اتعملت خلال الفترة اللي فاتت كانت نتاج لهذا المؤتمر الاقتصادي المهم. وبالتأكيد برضو هذا المؤتمر واللي هيعقد على مدار 3 ايام هيناقش حاجات مهمة جدا، هيناقش إشكاليات مهمة عن الاقتصاد وتحدياته العالمية، وإزاي كمان إحنا نقدر نتجاوز هذا الأمر. الحقيقة إنه الأهداف اللي قائم عليها هذا المؤتمر هي أهداف محورية هتساهم بشكل كبير جدا في وضع حلول لبعض الأزمات اللي بتواجه الصناعة والاستثمار، مما لا شك فيه إن الصناعة لسه برضو يعني إحنا بدأنا نعمل مجمعات صناعية وبدأنا نعمل إجراءات وتسهيلات في عملية الاستثمار ومسألة الاستثمار، لكن لسه قدامنا برضو شوط، فمحتاجين نشوف إيه هي المعوقات عشان نزيل هذه المعوقات أمام الصناعة والاستثمار، وبالتالي نقدر إن إحنا نعدي من هذه الأزمة الاقتصادية. ده هيتطلب بالتأكيد شراكة وترابط اقتصادي ما بين كل قطاعات الدولة. عشان كده هذا المؤتمر موجود فيه طبعا الحكومة والقطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين وكل ما له علاقة بالاقتصاد واستشاريين، وكذلك أيضا موجود مستثمرين محليين وغير مصريين كمان مشاركين في هذا المؤتمر، لأنه فرصة كويسة لعرض خريطة مصر الاستثمارية خلال الفترة القادمة. بكل تأكيد هو مؤتمر مهم وهيكون ليه انعكاس مهم جدا، ومن خلاله هيتم وضع رؤية واضحة للفترة اللي جاية، كمان هيفتح آفاق واسعة قدام الاقتصاد الوطني، هيساهم بصورة كبيرة جدا وصورة إيجابية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لمصر. المؤتمر كمان هيكون فيه جلسات استماع، جلسات كبيرة وشاملة لكل آراء المستثمرين والعاملين في مجال الاستثمار، وده يمكن اللي سبق واتكلم عنه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما وجه الحكومة بضرورة عقد المؤتمر الاقتصادي. وقال كلمة مهمة قوي، قال احنا نحط ايدينا في ايدين بعض ونجتهد، وكل المعوقات اللي بتقابل المستثمرين ورجال الاعمال نعمل على حلها. فدي فرصة كويسة جدا للمستوردين كمان اللي هيكونوا حاضرين، لان هي المؤتمر غرضه في المقام الاول هو توطين الصناعة، وده باين من خلال الإجراءات اللي احنا بنعملها خلال الفترة اللي فاتت في دعم الصناعات المحلية، في زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات اللي بتتعمل في مصر، حتى لو كان جزء من المكونات لصناعة معينة برضو بنستوردها، لكن بنزود نسبة المكون المحلي في أي منتج خلال الفترة اللي فاتت، وده بيعمل على توطين الصناعة وتوفير فرص عمل وكده. المستوردين هم كمان يقدروا خلال الفترة اللي جاية يتحولوا إلى مصنعين، ودي هتبقى حاجة غاية في الأهمية. ممكن ياخدوا فترة، وإحنا طبعاً عندنا الناس اللي بتقوم بعملية الاستيراد عارفين الوضع العالمي بقى عامل إزاي دلوقتي، وسعر الدولار والكلام ده كله، في تعقيدات وحاجات كتيرة جداً حصلة في الاقتصاد العالمي، وفي حاجات هم كانوا بيستوردوها هي مش موجودة بالفعل. فلو بدأنا بالفعل المستورد يتحول إلى مصنع ويبتدي يصنع كل الحاجات اللي كان بيستوردها في مصر، أو على الأقل يبدأ، الموضوع هيكون صعب في البداية، لكن مع الوقت ومع انتشار هذا المنتج اللي هو كان بيستورده الوضع هيختلف. حاجة كمان مهمة من الحاجات اللي هيركز عليها هذا المؤتمر الاقتصادي اللي هيعقد على مدار 3 أيام، هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. دول كتيرة بالمناسبة اقتصادها قائم على هذه المشروعات، أو كانت متعثرة اقتصاديا، لكن من خلال هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قدرت إن هي تتجاوز أزماتها وتعدي وتنمو من خلال مثل هذه المشروعات. وإحنا واخدين بالنا إن خلال الفترة اللي فاتت الدولة بتولي اهتمام كبير جدا لهذا الملف وتحديدا المشروعات دي، وشايفين إقبال كمان من الشباب، وإن كنا محتاجين الفترة اللي جاية إن شاء الله نحن نزود الإقبال من الشباب على مثل هذه المشروعات. بتكون مشروعات بقروض ميسرة بيساعدوهم كمان في حاجات كتيرة جدا في دراسة الجدوى، وبالتأكيد كمان بيساعدوهم في عملية التسويق. طبعا بكل تأكيد إحنا في انتظار هذا المؤتمر وما سيخرج من هذا المؤتمر، وبكل تأكيد هيكون
انعكاساته على الوضع الاقتصادي في مصر. صباح لحضراتكم مرة تانية، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.